السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وأهلا بكل المتابعين. إن شاء الله معانا كده لعيب في تلفزيون سامسونج، اللي هو سامسونج إيجيبت، اللي هو المصري، اللي هو التقفيل المصري. التلفزيون ده كاتم خالص، تمام. ومع تحط الفيشة كده هتلاقي في صوت تكتكة كده شغالة، مش عارف هتبان في الفيديو ولا لأ. تمام، عيب تكتكه كده والجهاز كاتم خالص، ولمبه الباور ما تفتحش خالص ولا اي حاجه بتفتح. تمام، طيب احنا اول حاجه نعملها هنشوف هنقيس الكهرباء بتاع 110، نشوف خارجه ولا لا، ونشوف الدي اللي هو الترانزستور بتاع اللاين عامل كاتمه ولا لا، لان هو اللي بيعمل الحركه دي. تمام، هنعمل هنا هنقيس بالافوميتر على ورق الكرس. تمام، كده ورق الكرز اهو. هنشوف هنا ال هتلاقي هنا شورت على الترانزستور بتاع اللاين. تمام، طيب احنا هنفصله خالص وهنشوف لمبة الباور سرقت معانا ولا لا. هحط لكم الفيشة اهي، مفيش لمبة باور ولا أي حاجة، التكتكة شغالة في الجهاز كده بس، ده اللي فيه، هو اللي يعني دي الحاجة اللي ظاهرة في الشاسية أول وقت. طيب احنا هنفصل الدي خالص بتاع اللاين، الترانزستور هنفصلها خالص ونجرب من غيرها، نشوف الجهاز هيفتح معانا ستاند باي ويفتح معانا اللمبه الخضراء بتاعته تفتح ولا لا، وهنشوف. وان شاء الله منها، لان هي عامله شورت خالص. خليكم سنه بس على الملح. تمام كده، احنا العلاقه القديمه اهيت، هي اصلا واحد من صنايعي مركبها قبل كده، حتى شوف عاملين بيسلكها ازاي وحاجات. طيب هنقيس الابو كده، هتلاقي فيها شورت اهي، شورت على التلات رجول. تمام كده عامله شورت. الجديدة لازم تقيس معاك بجنب وجنب، يعني جنب واي وجنب ما تقيسش خالص. تمام كده ما قسيتش خالص اهي، لو عكسنا الاسلاك كده اهو، كده قراية، كده قراية. تمام دي كده سلام. طيب وفي نفس الوقت لو انت جربت الجهاز، حط الفيشة كده، لمبة الباور سرقت معايا. تمام، اهو هنركب بقى احنا الجديدة ونجرب الجهاز. طبعا ما اشترطش نفس الرقم، يعني ديت 24.99، لا ممكن تجيب 1.35، اللي هي دي 1.35 او دي 25.53، في كذا رقم بيرفع معاك. تمام، مش شرط الرقم بتاعها يعني. طيب هنركب ونلحم كده ونجرب الجهاز، خليكم معايا.